كيد هنايا تيضربوا بالبوطه البوطه تيتفركوا على يدنا هنايا داك حنا فين نمشيو نخرجوا الزرقاء ما نطلعوا عليها وما شفتش كنصق في جاره تقسم بالله عاد يرد انا ولات كنغوت في الدار ما عرفتش منين نخرج انايا وليداتي تيبكيو امي امي كبيره تتبكي تتقول لي شنو هذا الشيء ولدي تندي تندير لي اكسجين وتنجيبو ولدي مريض راسي طلعي دابا مريض كلشي وليدات خرجوا محروقين واليوم تفرقعوا ثلاثه البوطات ولا ما اربعه كاين اللي صافي ما كتشوفش تقلع عبد الله راه مشاو راه مو في الحضر مولاي عبد الله خدام سير مولاي عبد الله غتلقاهم ما تشداوش من عبد الله قدام كريك عامين ما دامنا الميريفون واحد بدا غيموت واحد بزاف بزاف كنعانيو من الدخان من المرض كلشي دراري مرضوا لينا كلشي بنادم كيموت كحلام مطلوق علينا كلشي بنادم كيمشي للسبيطار راه ساكن هذا راه ساكن طالبو بتحريض برط معايا راه ديال الاقتصاد ودابا هادشي انا كنقولو لكم هادشي دابا هو كاين حنا كنهضرو هالفوضى نايضة غدا بحال ما غيصبح حتى شي حاجه غدور الرشوه ما غنبقى حتى شي حاجه تيعطيهم الفلوس تيعطيهم الفلوس هنايا وتيجمعو شحال من مره كنهضرو وكنعاودو كنديرو الجمعيه وكنجيو وكنهضرو كنغوتو لغايه اللي ما كتصبح حتى شي حاجه هادشي اللي كاين هادشي انا راه وليت كنقول لك موقع على علامه الساعه هادي صافي جاي زي السياره بزاف راه واخا نقول لك تخيل ما غاديش تخيل انت راه تفرقي يعني ديال الناس هاد الناس هاد الجماهير كاملين كلهم ساكنين في هاد المنطقه وكاين اللي بعيد وسمع عوجة راه ماشي ساهله اش غادي نطلبوا من هاد المسؤولين مثلا شنو نطلبوا منهم غادي نطلبوا منهم اللي باغي يخدم يخدم اما باش انا يتسناوني نطلبوا منهم انا ما نطلبش منهم انا كل واحد عارف الخدمه ديالو كل واحد مقلد في الخدمه ديالو علاش انا غادي نقول ليه كنطالبوا بفلان بالفلان ولا كنطالبوا بهذا لا لا اللي باغي يخدم غادي يخدم واللي ما خدمش راه قدام امام الله غيتحاسب على داكشي اللي انا جاي غير بالسياره ديالي صافي حتى كنسمع هاد التفرقي هادي لا حول ولا قوه الا بالله راه باقى الان باقى ليا بين ودنيه التفرقي هادي بحال كنتي في شي عرس وباقي لك الموسيقى ديال العرس Thank you.